السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين على اليوتيوب. دي بوابة كانت الملك سنوسرت الثالث. شوفوا دقة الحفر. الزراعين دول بيرمزوا للملك. وقد ارتدى تاج الوكيل البحرية، وفي اللوحة الأخرى في الوكة القبلية. وهاتين البوابتين من الدولة الوسطى، وقد وجدتا مستعملتين مرة أخرى في أسس معبد من العصور المتأخرة، وعليهما مناظر متشابهة. ويلاحظ دقة صناعة تلك الأسكفة أو البوابة، وهي للملك سنوسرت الثالث كما نرى. أما البوابة الأخرى فهي أقل دقة للأسف الشديد، فهي ذات صنع رديء لأحد ملوك الأسرة 13، ويدعو اسمه يعني أمن ميحال سبت حد، ولا يعرف عنه إلا قليل. ووجدت في أساس معبد بطلمي في ميدا مود بجوار الأقصى. يعني مؤاخذة، البطلمة كانوا أحيانا بياخدوا بعض الحاجات القديمة والفراعنة ويقوموا بإعادة استخدامها. البطلمة دول اللي هم اليونانيين يا جماعة. أما دول بقى فالملكة والملك زوجها أمنهت الثالث، وهو والد الملك أخناتون. كانت الملكة ملكة قوية جدا، وقد سبق وأن تحدثنا عنها، وقد ساعدت ودفعت ابنها أخناتون لنشر ديانته، ديانة التوحيد. ده تمثال هائل جدا من الجرانيت الأشهب للملك سمن خكرة مرمعش. نقول اسمه تاني، سمن خكر را مرمشة، وبيظهر ملامح الوكه. بصوا كده الملامح الوكه، هتلاقوها ليست مصرية بعكس ملامح وكه المحوطي الثالث وزوجته الملكة تي. ولا توجد نقوش من الجانب، لأنهم كانوا التمثالين دول مسندين إلى جانب جدار. وهذا التمثال له أخ أو تمثال توأم، سأريه لكم في الجانب الآخر. ها هو التمثال التوأم لنفس الملك الذي ليس له ملامح مصرية. ودي هذه الجميلة جدا هي الملكة اللي والدها يويا ومامتها تويا، وابنها هو الملك أخناتون، وهذا والد الملك أخناتون المحدب الثالث. هي كانت بنت المستشار بتاعه وتزوجها، كان عنده حوالي 14 سنة وهي بتاعت 13 سنة، وأنجبوا أبنائه. وإلى اللقاء.